أعزائي الحضور الكرام، الأطباء المكلفون، منظمة الصحة العالمية مكتب بنغازي على حضوركم، نقول لكم نزلتم أهلا وحللتم سهلا. اليوم معنا وجونا على أساس أن يقدموا لنا في اجتماعات في عدة أيام مع اللجنة الرئيسية وتواصلنا مع الحكومة وكذا. مناطق الواحات وبلدية الجامل، وهذا يدل على شيء بالدكتور عبد العزيز ورفقيه الدكتور احمد الدكتور سالم. الكورونا هو الخفافيش طبعا الى وسيط احد الحيوانات اللي موجوده في البلد، هو النوع السابع. انواع السته السابقه من اربعه. سبب وجودنا اليوم هو لقاء مع مقدمي الخدمات الصحيه في الواحات ثلاثه. الهدف الاساسي كان هو التوعيه وتدريب بخصوص مرض الكورونا المستجد. المحاور الرئيسيه كانت في هذا اليوم تتعلق بتعريف الحاله وكيفيه التشخيص وكيفيه احتواء او كيفيه منع انتشار العدوى، بالاضافه الى تطبيق عملي على كيفيه استخدام الملابس الواقيه، ملابس الحماية الشخصية أقصد. أيضا كان من المحاور المهمة اليوم هو طرق منع حدوث العدوى أو الناس اللي يتوفاهم الله لا قدر الله الناس المصابين بالفيروس. المستشفى نحول الملابس الشخصية ونلبس لبسة السكراب، خاتم، ساعة، أي حاجة، سلسلة في اليد، هذه كلها المفروض يكون مش موجودة. أكد علي أن الجاون مش مشروط ولو كان طالع من الكيس. في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، قمنا اليوم بدورة في التوعية الصحية ومكافحة العدوى والرصد التقصي وطريقة الكشف الحالات المشتبهة والتعامل معها وكيفية أخذ العينة المخبرية للمشتبه به. نحيي كلمة للعناصر الطبية الطبية مساعدة منطقة الواحات، نحيي فيهم الوعي الصحي العالي، نحيي فيهم تلبية نداء الوطن وحضورهم لهذه الدورة. حالات خص الدكاترة بتعيد العناية وعن حكومة.